الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثل العلم دوين الإنساس تذاث قمذان تسامو سنين إذ الإنساس تذاث قمذان والعبد بلا ثم مسلم ذا جود ذا يجين إذا فرقنا إكفرق للعبد أقد الباهة للبهائم تسام مسلم وذيع خير أش مسقر العبد الحيوان العاقل حطر رسقص إذا ربي العقل باقي ما ذاك لذلك سرص يعقل إذا سام مسلم يغال كيف تسام البهائم كجد مثلا تسمى سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى فيقضي عبد صغر الدولي في كيس المهمة في كيس الميسيون باش يعني أدي أدي الهيس ولعب الإنسان لك دائما دي سبب يشتغي والمهمة يستجلس للعبادة يقال سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وما خلقت الجنة والإنسان إلا ليعبدون والعباد العبادة ما ليه دش دشوز أدي عبد العبد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أين تفيد دي مرات يخدم أين يخدم أين تفيد دي الهام هذا سوخة ويخدم العامل يسفو الميز كجم وسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى بشد عبدهم إلى قد السيدة إذا العبادة توجه المسلم ماذا قلنا أشمل من يخدم العبادة ذي الخسارة خطر السيدة سيد ربي ذا شوف ولا أقول ولا عبد الإنسان المؤمن يقصد سيد ربي ويس يسنيث يعبث السلحة قال خطر سيد مسلم كل غدوة إذا العبادة تحويج المسلم وزي ما ذرنا ناس عبدت سيد ربي سنجهد إلا قد عبدت سيد مسلم باش أتزرد باللي صرقها بكي أشهد يقال وشي حين النبي صلى الله عليه وسلم إن أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أتعبدت سيد ربي ما كنت شوية كده أمكن شوية ولكن ماذا قلت شوية ذرا عقل نسيت شوية تجم إلا قد الإنسان دائما وأبدا أدي شمتين شمتين باش وسي قرار حر اللي غدي الدنيا تدخل مغاد لي يعجب قلنا لا حرار دي الدنيا للدنيا سيدي ربي العباد مرة أقصوا شوية سيدي ربي وكتيني ألعب إلا قد زرر بالليل تتسلسك سيدي ربي الحق ويتسلسك العباد وكتيني الحق إذا أسخم أكري دينا سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى تعرف ذات الحق وتسرسل هنا دي العباد العباد سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى كم عيد مثلا إذا فشو في قرار سيدي ربي الجويس سبحانه وتعالى فعلاً أنه لا إله إلا الله فعلاً أنه لا إله إلا الله إلى أسخر سمو سنين باش تسر لا إله إلا الله باش تسر لا لا إله إلا أسر بالله سيدي ربي الخالق وسعر ما شريك لا إله إلا الله إلى قد السنة إلى قد السنة أشي من الرسول صلى الله عليه وسلم تسألنا ناس يا رسول الله كرب من دين لا إله إلا الله محمد رسول الله هذيك شنو يجنن الناس نعم كرب من سيدنا ولكن ما يفكيس يحقيس ما الناس يتسلح قيس ماذا قلنا لا إله إلا الله السعر الشروط الاستياقا باش يعني تفكرس الحقوق الناس وندنا لا إله إلا الله محمد رسول الله هذيك شنو يجنن إذا من قالها بحقها تفكرس الحقيس تصمت وتقاتلها باغي يقول لي سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى هذا هي فقه الجنة إذا ديننا يحوج لمسلم العبادة يحوج لمسلم ديننا حتى مسلم الإسلام ذا العلم وين دين البلي ماشي ذا يقيني يغلط ذي حسابيس ذا جم أو يمزورهم في دين زل الإسلام اقرأ ذا ولا مزورهم في دين زل الغفل فيهم محمد صلى الله عليه وسلم أسي قرى غرض باش يعني أنا عقيب لي أمسلي في كسي ربي لي ندغرد غرض إن في دين المؤمنين الدنيا مرة الرسول صلى الله عليه وسلم على طريق يقال طريق يغرى نغيز مرد يغرى نغيز مرد يكتب ويزمير ذا الأمي يجعل فربي الأمي النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الأمي لا يقرأ ولا يكتب ولكن بيز دينا يقرأ إناس الرسول صلى الله عليه وسلم يرئيس الجواب إناس ما أنا بقارئ إناس الكوري غارئ ولكن الذي تعود المذهب ست مرات ليس يقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ
وربك الأكرم الذي علم بالقلب، علم الإنسان ما لم يعلم. أجز دي النسيب يا ربي سبحانه وتعالى اقرأ رد الرسول صلى الله عليه وسلم وذن سامي جعيد ويقرروا يكتبها خصر ديت ماذا إفكاز دار نرد ونسي جعيد بالليم ويقرروا يكتبها بس أنا وقين إفكاز يخفيد الدليل الواضح ذن واجزان بالليم ثموسنا والسلالة دي غير الرسول صلى الله عليه وسلم والسلالة الذي يكتب ذن سيدة ربيتي خلق لك ليم سيدة ربيتي جعي لك ليم وذن واجزان مري مقل العب والسلالة دي والسلالة دي غير أخذر القرآن الكريم داشي ننزين في الناس أخذر السنة داشي ننهم حصل سنة داشي ننزين في الناس أنا عقيب اللي رسول من عند الله كيف مثلا ولكن من دين الناس لربي سبحانه وتعالى غير نبي سوشيح اقرأ إلى قد أنا عقل بالله إذ السلام سيد وشيح ننفي صلى الله عليه وسلم إلى دين الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين أين زدينا إن في إن في دين المؤمنين اقرأ إن في دين إلى المؤمنين دون ثمرة المعنى ينس الأمية ستنى نرفبت رسول صلى الله عليه وسلم والسلام بغير والسلام بكتب ولكن الأمية إلى الغر وصل سنة الشرف والسناد يضر والسناد يكتب الشرف ذي المعجزة خصر بشي ينزيل في الناس ولكن الأمية القرية القرية ماذا يقول السناد عبدالي يقول السناد عبدالي يكتب ذي الأمة ينسى ذي المذلة وذي عيزة ذي ند اقرأ أسلم 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 يند اقرأ أغدي سبكين بالليم الأمة في محمد صلى الله عليه وسلم الأمة الإقرأ الأمة القرية الأمة الفهمة الأمة المسلم يتهدر المؤمنين مرة أكل ذي الأمة في محمد صلى الله عليه وسلم أصدقاء في التكين هنا إمين دي تسك الأمر أجين يند غافد على خطر في إذنها في القرية إذن الإسلام أي مثل إذنها في مسلم وإذنها غفين غفين النظم وإذا مسلم تسكت صغر سيد ربي العلم أن سيد يشرحون العلم الكامل غا سيد ربي يشرح العلم الكامل غا سيد ربي الشيء من غير اسميس حقانيا اسميس من اسماء الله الحسنى العليم العليم ويقرد سيد ربي الجوائز تقرف تدغرغوري ونفكر في مسلم تقرف تدغرغوري يقرد واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم العبد يتقرب من غا سيد ربي حاشا مسلم رئيسي لا ذكر هذا من سيد ربي ويتسي السنارة ولو كان يكسب أين هو يكسب ذل الدبلوم الدوني يعتبر الجاهل على خطأ ويسينا سيد ربي نجم كغير مثلا باش أنظر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إذا نسمع الرص إدي صرحه يا للعلم إدي صرحه يا ثمسني مرة لش إدي صرحه هذا قال إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم خزرت كان عم غير سين لعب لا إله إلا الله أدي زرب لي سيد ربي إدي خلق السماوات سيد ربي إدي خلقني إدي خلقني هلوان إدي خلق القاع إدي خلقني كشتيني أي عام أنا ودي خيخ البابات أنا ودي خيخ الجديد أنا ودي خيخ آدم غصب كل يوم دينا يروح ذي باباس ذي باس ولكن آدم أنا ودي ذي فكان السيد ربي الخالق بكل فيكون يا خلقات السيد ربي الوكيل بكل فيكون أكمل دي خلق مرة جميع المخلوقات مرة أدم أنت جنس نطبق تتصم جوال وثقيا أنا ودي خيخ السيد ربي سيد خيخ سبحانه وتعالى بكل فيكون بعد السنة صفر روح من صفر الغلقاء يعني كم صور سيد ربي سبحانه وتعالى أتصر روح الوالي عن سيد ربي أتصور سوى من سيد ربي أتصدي السمغي سيد ربي أتصدي السفير سيد ربي والجهاد أن يسي صرف كنين الجهاد أن سيد ربي سيد ربي سيد ربي إذن داشو كشيني غيال كشيني صار جود كان الأجر بشر التوقيت الوين كنين يدي كسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يدي سخاء كما يتمثل إذن الأثم ثمسلم احمي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وذلك يجازي السيخان أي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كدين ثم خطأ ثم مسلم نغ العلم يمخلع فتصيص يقارن بالله دي القرآن الكريم نغ السنة في محمد صلى الله عليه وسلم وتحوج ذره فقد كان دبلومي دي الطيب نغ دي مهندس نغ دبلومي ستنى استرونوت نغ القرآن الكريم وتقبر ولكن يغلط فبيس دي حساب وكرب وين الصغر الروي كمان مرة وقت الصغر ده وين الدبلوم ده خطر ماشي يكون يقدر من ده درا وفنش تجمع على والصغر يا ده أبن دم دي المي دي ديسيبلين ده لا ماشي ده شيء إلى قصة روح القرآن الكريم يوينك إني غرابة بيش مولاش أم منك نيسانك تكرس العادي ولا شو بتيسان مرة ولكن متسال الظروف كرسني أم كانت تسلحوا أنت ترجيها أم كنت زمرت الدول أدروتها قوش كما يتمثل لو كان مشي تخزر كان القرية من بلدي أشياء يخدم من لبومة طبيعي يفكر العيبة السنغيف ذو وقيد العلم سيدي خدمه أشياء عامش يعني اللي يلي إنسان يفضل طبيب يفضل طبيب ولكن اللي تكسر أعضاء من اللي زور قانا اللي تجار ديكسر في العام هذي بيرين هذي بيرين هذي يلي هذي كسر زور كان الزغر هذي سنس باش هذي
باش نديرو لنا لي مليار. العلم هنا ماشي العلم يا غرابة ماشي فرض اليونيفرسيتي، ولكن داشي اللي خاص يخص في القران الكريم، يخص في لا اله الا محمد رسول الله. هذه الشيء سيدي ربي باش يديريجي المسلمين صغار لوقان. ولكن ملي قلت لك شنو ابلاد القريه، القريه المرهم تبع هذوك القريه تجل القريه وين كي دقيقا حاجه خساره خساره، خاطر ما في قرار ديال الميدان تخدم مثلا ذي الحاجه الطيب ذي الحاجه ديال السلام وتجمل ما انا تخمم هي واس السير باللي من الكور العادل وجمال هذه فكيوس القرايه انا ما يفنى العمر الدني. ولكن تخمم غير انا وين كنت ديال الحقيقه لك ندير هنا شكون فيكون وزمر ذات خمضة رويني خطر لذلك آدم عليه السلام يخل مساكي لي سكري كان ذلك مش واقعي لي سكري. إذن ذينك عند القرية نينيكا أنا كي بوسي البشر تسير سيدة ربي من بعد سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى ماذا وستموسيني غير دي رزقني ثواب ثقود الغر وستموسيني سيدة ربي غير دي رزق الفهمة باش اتفهم اتدوك القرية دوك الحكمة اللي غير دي رزقني أكل القرية اللي غير دي رزقني أكل عقل لا قيم شيء دي خطر القراية القراية نقطة مسلم من بلدين من بلدين وتحسب هذا العين خد سد لونسومب دو كونيسونس الثقافة كان يسقر. ولكن ماذا قال لك شيء في غرايض في غرايض جميع البلاد يعني فوت غرض كامل حمل سيدي ربي مرة لعب يغرايض اما ذا جونيور اي فو يفون خطر هذه حويج الحويج للعباد ودر الصلاح على يخدم. ولكن ماذا قال لك وستر نظار الدين غير داخل يخص وينك نعمل فرض غير صفر يوني غرام اليونيفرسيتي ساعة كذا وكذا الدبلوم ويتصل لنا ويتصوصوا معنا صفر فين بس بالك فين بس يفكت هذا الله ميزون دي فيو يزمل صفر هذا ظلم الدخل السوسيتي عشر بقايم ورقلوا القرية اللي باش هذه خطر وسي سدالة القرية من حميني سيدة ربي سبحانه وتعالى ذيك في قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن أبي سفيان إن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إن دومك فغسي دار بالخير إن دا تفقه في الدين. ماشي تعلم القرآن الكريم ماشي تعلم السنة. خطر كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما يفغيك سي دار بالخير كيف كل كيف كل القرآن الكريم كيف كل القرية القرآن الكريم من السنة. خاص أكلت ذمورة وثمت من غير شيء نذكر بسيخة نذكر ذمورة أي يبغي ويزيد العبد الدبلوم اليونيفرسيتي ولكن طبعا حامل القرآن الكريم. التفضل ستنا جونيور حامل القران الكريم مهندس حامل القران الكريم يروح له يون ستنا جونيور جيني سيفيل يطفى شونتيان ديال الولايات المتحده ولا يوث لا فامي يوث لا بلو كروند فامي كراتيانا وكل ديال السيكتور اللي ويداني الوصلي يخدم ودي في كوري شونتيان اللي نسمي شي لا اله الا الله محمد رسول الله مره شكرا سمير بيضا باش تروح تسال السيد افو فوسي سما ديك الشمله الاسلام لملكه لملكه خطر شي مين يتسمى واكي ستا ديبلومي يقول ديبلوم بصح ستا جونيور ولكن حامل القران الكريم السنوي اللي دخل كانوا يسلوا يا ربي سبحان الله اما كي سيدي عبد سيدي ربي كي دخل كرو تحمي دار وينيس سيدي ربي كي دخل كرو تجمع هذا تحفظ اون طن كوين النظام كامل ولكن اوين فكرة من سيدي ربي وتسخر لي الظهر وين ثاقي يخص ماشي شويه يخص يخص يعني كامل خاطر دايما الدين وصادق خص الدين ولكن من قال له ويش الدين وصادق الى الدين الى قال عقليه انا عقليه كغير مثل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإلى قصني قالت سنيرا كقال ولا قال ولا ما يدير العبي كان ميسالي غير ديال اليونيفرسيتي اني هو يغري ديال اليونيفرسيتي ساعه يعرفني وفقر بهم ولكن القران الكريم هو كذا يقمد ولد دبلومي كان القران الكريم يخدم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين دين الرسول صلى الله عليه وسلم واللي يفقه سيدي ربي الخير سيفك الدين سيفك الدين في فقه الدين ديال القران والسنه. ولكن العلماء الناس نفكر بها احمد تخمم ان انا كلافيرس ديال الاصحاح وين مو يفقه ربي من الخير وتفقه هذا الدين وين مو يفقه سيدي ربي الخير وتفقه هذا الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم كيدينا ان الرجل الذي ليس فيه شيء من القران كالبيت الخالي ان تقول الارجاز لا العبديش اما الارجاز ما تنطوط كيف كيف بالخليقة ربي مرة إلى دولة السعادة بكلام القرآن الكريم الزخيس أم خام يخرب أم خام يخرب أي كم يتمثل إذن إلى أنشتين إلى قد أذذني قال أي يتمثل دخل المخمر والعين الثقافة ما تسشن تسيد ربي لكي دقيقة فظلت شغل سيدي شرحه كلش فظلت دخل قوي كما كان يقال فعلم أنه لا إله إلا الله سموسني إنك تصور أتظر بالاسم لا إله إلا الله وحده ولا شريك له أتفق بعض ويس أذيس أتعرف سيدي ربي سموسني أتسنى مكان تصلى مكان تظلم مكان تزكي مكان حجة مكان تخبط الفرائض الكامل وتسنى مكان تعامل مكان تصعب المعاملة العالية لبون كوندويت ذي العيبة ذي العيبة ذي الإنجليزي الإنجليزي الكامل
استعمل الاسم سن الاسلام استعمل الاسم سن الحنانه الصرحنه اي نيفو وين الجهل سن صوت ما كانتش حفظت تسوي من كاع كوفري ما كانش تميض اي نيفو وين تزرت للعين ديال العبد اتصل والسميض ما كانتش مكسر ما كانش اسيتش مكسر البلاني اكاريت مثلا لقيت حمي سيدي ربي الانسان المسلم ذو الرحمن سيدي ربي ديقا الانسان المسلم ذو الرحمن سيدي ربي ديقا ماشي هذا يخدم العبد هذا يدير دين شيء ماليش لا محمد رسول الله هذا يتصدق هذا مبادئ هذا يوم يتزكى داخل المجتمع لا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرض المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده انسيم دوين يسيما انسيما وماشي كان دين شيء من سلم الناس ودي الرواية اللي قرض من سلم الناس اما اكلي هوين الدينيس ولكن هذا يسلم كبيك هذا يسلم بالنفسي أسلم بالرحمة للإسلام ولكن فيكتورين البطلين أنت ترى حاجة ما ترد الجارني كلا كرتي أنا ذو ذي أثي درد أثي تكشف الله الإسلام هذه الشهد لا إله محمد رسول الله طوي الدعويني ذي كغبا خاف أما كنيسة الرسول صلى الله عليه وسلم الجاري سلو ذي ولكن الشهد لا إله إلا محمد رسول الله إنيس الحمد لله يا ربي في الدنيا قضل دي جهنم أكما يثبت العلم حاجة الخير دي سوي العلم تكتفى الدنيا العلم سيت ان بروجيكتور هذه السكنين دريت للقيام مبابيش ولكن الجاهل يتعيش للقيام ميزو لك شي من عنده الفهم انا ولي فهم ولي فهم انا كنسمع ميلس انا ما حتش في ثلاثه هضر ميلس اهب فيك بنادم اهب ديال فيك ماشي اهب يون محليه يكتشر الدنيا ما كندخل أسيد سؤال أسيد سؤال الشغل بالسالكيس أي خطر ما تهضر شغل يفهم أنا ما قلنا إيه هضر أكيد كذلك مثلي ماشي لأنه كنت مرضى أثق فيه خطر كامل إذن أين تكسر أين تكسر دين الجهل تردد تردد غير المسلم تردد العلم تردد غير الثقافة الاستنفاع الاستنفاع خطر مويش هكايا العبد يكفاهم تيك السفرين داخل المجتمع كتشيني أو إنك نيميك زراني دي الناس اللي ربيهم ذا شرية وغير الغيرين ذي خير أتعاون الرجال كتعتر عتر فضل أي حاجة الخير اللي تشوفون دي يتغرب عشان ولكن الجاهل إذا شاف اللي صور ليبيا أكيد يتصور روس ولكن لو تستهنى إذا رام حاجة ملك ذا يوهان يسلم وتستهنى إذا رام حاجة ملك ذا يسلم بري ضربي السينما اللي فك الهم في لي حاجة الخير اللي تصور ذيك شيء كيف مثلا إذا ما درب يعمل ذاك شيء مثلا من آدم ما في درب شنو نص مسلم ترى ده لو غير الصور أقل أكثر بحظي إيماني دير من فعلي والأجر نصي ربي يفرق إذا كان سيدي ربي تسدد في الدين القرآن الكريم يتسدد في الدين القرآن الكريم هي مثلا أن الأمثل يقارب شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم يرغب في شهود في ذيكين في ذيكين إقلان إقلان شهد ديم زورا أف الوحدانية سيدي ربي بلي وحده ولا شريك له أم زورا ذي نسان شهد في ما نسب الله لا إله إلا الله خطر مدينة هو يقام وينك زمارة دي كاركينين ذن كينين ذن كيدي خيغن دورني ذي كارب ماذا قلنا يزمارة سيدي ربي كارب ولكن من شو دي كارب جيس كفر زوكينا ذن كيدي خيغني ماني ونا كيدي خيغني قاع إذن سيدي ربي شهد في الله في ما نسب الوحدانية لا إله إلا هو ويسين نظن اليوان الملائكة وسني فلي ضد قد ميقرص قربي العلم ميقرص قربي ميقرص قربي ثا مسلم غزر فيه مثلا قد ميقرص قربي العلم ثا مسلم يقرب ثا غير ورس يقرب ثا غير ملائكة يقرب ثا غير ورس شهد الله معنا ذا شهد ويك شهد ذا الوحدانية سيدي ربي بلي وحده ولا شريك له إذا نسلم زوالو ذا الملائكة أكد في ذيس عن العلم يقاد قويس قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ترى كيف العبد يسنن دي العبد السينار ما دام قرب العبد اللي عندي السنن العادي تاع الربي ضرب ما فكر ديالس اي تضغط قم ديال السمكه تاع الشاي تاع الكشيز اما تصدر تصفر قدر اما تصدر تحال تصدر جوج ديال دي فوق خمسه ايام اما المذاق اللي غف لا خصنا ديال الفلاس انت كذلك مذاق اللي غف ديال دي ولكن العبد يكون فيه مر خطر الفهمه تتبان في كبير العبد ماشي ديال الشاي تساوي عاد خاطر ونتمر وحق قرار اي ونستند سند لا شوال نيك سند يفهم اجماع تفضي بحق المسلم اتفق الحق الطوالي ما دي بحق المسلم ولكن العبد ماذا قال العبد ما بغيتش نفهم بركني اما الا ما ويا شي ولا شو اللي فقال معنا ديك اي خطر اور سايد دشو ديالنا العبد الموسيقى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب تسحب اللي قد يجعل العقول السليمه اللي قد يتخمم تخمم يسحب اللي كان يكزر الفرق قال وين يجعل انت مسلم اكد العبد ونسعد ونسعد انت مسلم كيف مثلا يقاد سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ويدي هي غرا يسنن سيدي ربي اما كندنا في زوالا فاعلم انه لا اله الا الله السلعه منك استقبلك اتخمم السلعه انا ودي
واحد سبحان الله واحد ما كان يحوم واحد ما كان يتصرف في الدنيا ولا شو يحسب ولا شو واخد اسمه قايل انا بدي خلق الباب هذا الادم سجد دليل دقل سورة البقرة سيد رب الخلق سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون باش الدغيب غير مريض خمث قبائل ودخل قبائل ذو الأدم يا ليون يسعى بباس يسعى الناس ولكن لعب ذنس ورويت الدخيقا وبجدي الذي سيد ربهم ودخل قبائل دلنا ثبت التصنيف ذنس ورويت وبليش سيدي يوث فقدت الزورة كي يوم ثلاثة جمع قبيل بس مثل ذنس ورويت ولكن ثم زورة ثانية سيد ربهم جميعا كل خلائق مرة أكل ذينك السورة الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله كما يتمثل يقال سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ما تظهر أتظهر سيد ربي ما تظهر سويك تقوى سبحان الله أتحمير وتبذل وترجو أترجو ذاك يعقوب بن أبي وتبذل وتفضل بن ذاك يعقوب وتحمير صرح ما ينسيك ساعة أهدف جنسي لربي يحمي يسير تسجيل عن سيد ربي خسر كان دق مالك أتحمير ما قل كان دق مالك أتحمير كان كي كده غير سيد ربي لو كان لي لو كان لي أي أسيكسي عبدالو في صاقي الكود أسيكسك إسين أسيكسك أيا أدو غادي السي عبدالي ما يبقى قرب رخل فلسي سابطو سيسو يستعلمك ولكن سيد ربي السبخان فيت يفكي سيد إلا الارتكلاسيون الكود باش الدم ذي مكيا ما تستشر أتسمخان ما فيك سيد الحاجة كيف مثلا إذا الرحمن سيد ربي سبحانه وتعالى أتصدق ذي العاد تصدق ذي تصدق ذي السيد أبن ذي ويقرد إنما يخشى الله من عباده العلماء إذا أنك سوى ذي سيد ربي ذي العلماء إنما يخشى الله ماذا الله ذي الفتح ذي الفتح اسم مفعول به مقدم من بعد العلماء ذي الفاعل ومخر إنما يخشى الله من عباده العلماء أنك سوى ذي سيد ربي إن ذي العلماء ذي قد يسمى مش مدنين ثم سنين في قونين في عبد إلى قد يسمى أين يبغينا يجنسى العبد ذكى من يسمى سنة ذيك سمكتين كان الحديث نعم كذا وكذا من يسمى غبابا وكشان اسمى قدر نفسك لا يتسمى الطريق إن يسمى من سيف أفقى في أصيد ربي السنة وين أفقى في أصيد ربي السنة إذن الإنسان مطلوب في اللاسة أليس أذي نادي أغف العلم حش أين يبغو يعيش في دونه يقرب إنما يخشى الله من عباده العلماء كل آية تطاس قوي والسعادة الوقت باش هذا الدرع عند الناس إذا ربي القرآن الكريم يحمي يحمي أهل العلم يحمي سيد ربي سبحانه وتعالى يقرد يرفع سيد ربي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة أهل العلم الفذيذ سيد ربي أهل المسلمين الفذيذ وأنا منسين أنا أن أكل العبد السين غرام من المستحيل أن تصير السين ضرر حاشا متسنى ديرة وتسنى ديرة السين من ما تسنى ديرة السين دون قرارة السين والإنسان مطلوب في اللاسة أدي يسين ذي السنة في محمد صلى الله عليه وسلم قالت إند العلماء ورثة الأنبياء إند العلماء اللي بيجي ورثة الأنبياء إند الأنبياء ود جنار كانوا دينار لنا ندرهم باش يعني أثورثن العلم ذيك سن إند ولكن جند العلم وين يقول العلم السن إند يقول إسان الحظ القرآن لكن دينار الرسول صلى الله عليه وسلم إند طلب العلم طلب العلم فريضة على كل مسلم كل إنسان مطلوب في الناس الذين ذين كما يتمثل الذين ذين الرسول صلى الله عليه وسلم قال طالب العلم كالمجاهد في سبيل الله وين يلحون البشر يسين وين يلحون البشر يسين يند أمنك الجهل غفوذ من سيد ربي الرسول صلى الله عليه وسلم يند العلم يند يتشفع لبافيس يتشفع لبافيس العلماء ممكن أخذت كان ممكن يقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء العلماء لا الشهداء ويجينين ويجيف كيس ربي الشفاعة ويجينين إذا الإمسورة إذا الأنبياء إمسورة حاشا سيد ربي دي كان نيكسن ولكن دو الأنبياء ذي العلماء سيني مورني قلان يا الأنبياء أكو ذي العلماء أي ويجين شفعان ذو قلان دو الأنبياء يندن بعد الشهداء وإذا النيغي في كلك نيدا من أنسل دولة علماء إلا غير فنتنسيون ورئيس النوغان الرسول صلى الله عليه وسلم يندد يوم القيامة يندد دم الميداد للعلماء أكد ذمن شهداء يندد أن تغرف فصيف الميداد للعلماء كما يتمثل وإن يستفهم اللماء وإن يستفهم الصواب أنت وسنين سيد ربيع يحمي الأخلاق سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزولوا ذي المعلم يدفك سيد ربيع الأمة يجب يقرأ الأخلاق سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين الأميين الأمية ما كان لنا خزرت له سبحان الله أم خلص أتسمى السنة في محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة يسمى الأقوى أمد كعمل المدينة تا
تقلق اسم الرسنا بغرسنا الكفن اسمي اللي الطفل أسرع إذا محبسني اللي بدر باش السفر إيه محبسني يوم كسنينا ينس وين أد في ذون صنع على الدين الله وما بعد ولاش هذه الصغر عشرة السحبة حر رجلا إلى الليبر أدير يحرص في القرية مليح مليح ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يحفظها ويسينا لي غير ويسينا لي كثير غاشي شوية قارن غاشي شوية يكتب ولكن هو يزيني لنا غاشي يخسر فيه مانيش ولكن هو يزيني لنا خطر يوقع ربي يكسب داخل وكما سنين سنة القرية الكثيرة ويناش خلاص كشيني رسول كشيني أراد الرسول الرسول في كاكد كان يفتف أنا تستمر من أين ننسى خيكي خاطيك أو يكاد دولي أه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم وما على الرسول إلا البلاء هذه السورة كان المهمة نينس يغدي في كاس إذا ربي صوبة إذا عبادس لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن في كاس دي العالم الدنيا مرة في كاس دي النبي محمد صلى الله عليه وسلم خزر كان الرسول صلى الله عليه وسلم ذي العلم كسا باش أديس علم الأمة ينس أي مثل خطر يقرب قويس نسا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إذا دي إشجاعي تسيد ربي باش أضر بيض الأمة ينس سوى شيء ساتر بيان أتر بيس العلم سبحان الله أكا أي مثل إذا نسيت سوى السيارة الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب ضيف تسيد ربي العلم يكون ينفع ضيف تسيد ربي العلم يكون تعبد ذي العلم والانفعال العلم والانفعال شحال عباد يضرب العباد يضرب كل فعل ما نشوف فعل غير رسول خطر ولاش العلم العلم هذا ينفع الزخي الفرون الناس اللي يسمحوا تاك رسلهم وتسعد تسع وسعد لنا الفرون تاك رسلهم اللي عايش كذا وسعد لنا الفرون تسوي تسوي دام الرويدا صحيح اللي بعد نجاوب بيجي ومن تسوي المنفع العلم يتربي من يتربي من يعني ما يدين لعب ديغران قال لك اللي قرا ما يتلف كذا كذا الفرون قال لك لعب ديغران وش خسر انا وش بن وتسخر انا وش كيف انا ذي لعب اي مي ادري كيف يخدم ثلاثة يوبرني جدي حبايبني أدي أدي السكن الغلطة في الناس يمكن سعدك إنك تدي السكن ما في التغريب أي أين دينا ربي التغريب أين دينا في محمد صلى الله عليه وسلم أدي السكن سيد ربي لا يوبي كثير أدي السكن أترك شيني ما يعدي وضم كذا وكذا ذي عمرك يلوم زمان دو حال وانك هنا نقيك قيك سعيد العيب كذا وكذا إيش حد عيب هذا اللي يحوس العيب بس كذا ذي يخدم سيد السنس دمو بزمان يا ربي شو أقولي وين كم يساعد ولكن ولا شو يا أريك دمان غلط نص سنة ما يلا تيل ولاش الخامس وين يصوت باش هذا سيم العيب ناس هذا يعيش العيب ناس ما يموت خطر ولاش زمان دو حال على المقرنسي وخدم هذاك كيجي مثلا اذا كنتيني انا وين نتبع انا بريد نسيد ربي اكدي في كل العيو فيني اكدي في كل سيتش اكدي في كل اني الف قاع ايماني ام خالط الزر العيو فيني ام خالط في الدب في الحدود نسيد ربي ام خالط الشد القدري سجينا اسمع يعني هذا رحمه ربي وين السن يقدر يقدريش هو ما السن يقدري كي ملك ربي ام خالط السن القدري حتى السن القدر نسيد ربي ولكن متسدر القدر سيد ربي تسدر القدر وتسدر القدر باش خاطر انا كنت حفظنا في قدر دوي لسان يقدر ولسان يقدر من ذاك ديالو صغر سيد ربي اذا ما تسير غير سيد ربي اي في يقدر ما بيش خاطر سحب القدر ولكن هو يسال في سيد ربي وليس عي يقدر وليس كي يقدر كما هي المثل اي في سيد ربي سبحانه وتعالى النور غير دخي بويه أتصرف بين الصغر هذا الغشي نظام أتصرف شوية الحوايج الحوايج بين وشوية نظام وشوية نظام خطر شيء من يتسمى ما كيف كسيد ربي نور ذي نقرن في راسه الرسول صلى الله عليه وسلم يقرن اتقوا في راسة المؤمن فإنه يرى بنور الله إن حذر المؤمن يشوية شنور سيد ربي سبحانه وتعالى ذي خزرك يا عبد يزرنا في خبر من تس خضايا يزرنا ذي خزرك شوية سمي سيد ربي غادرين من الناس يخدمنا وتخدم لنا أخطر يسعى شوية زيادة الزخي ويس يسيس شوية شوية ما يزمن يجيون قرص أبو حنيفة رضي الله عنه عن سنده أبو حنيفة رضي الله عنه يسعيون تلميذ قرص أبو يوسف يقرأ الورس دمش طوح ويمس أبو يوسف استخدامي يروح يتسوي شيء شدقهم يجنزوا يدي سوق ولكن لم يخدم أبو يوسف أبي حرب من هذا الأرض يروح يدي الخدمة ينسى يروح الحلقة دي المسجد أبو حنيفة بشد يغرف الناس أكن شوية في مس يتزيد أبو حنيفة ذي الجمع يغرف سيحاء الناس كل قضية يومه ومسخان وتروح تهديد مثلي من بعد يبوش ودبوس دي روح حرم لأبي حنيفة غير بقي الجمع مثل زرين نيسا شيمي حكاية سيدي نيسي ما كذا وكذا إيش يعسي مس يروح تروح ثنيس في نيس نشوف طريقة خدمة كم ثنيس كتشينام كل شيء وقال في الله ولا تسمع قاعدي حياة من كذا لا من كذا تخلص هذا الواحد يخدم إيش حين يسوي ميمين إيش ثنيس يسوي يد
درهمان اللي تسوي الكويس إن إنسان فاسي ما دي غرمون سر السر دي أنا في الإنسان مك غرمي سي ما دي عشان سيف كدير عمل سيلا حوي سني مال حوي سني مال إن إنسان يخطر إن إنسان غير أد غير بس تعلم استعلم إمين أمك أريش يوث المكلة سبيسيال قمص الفلوذج بدهن الفستق الفلوذج بدهن الفستق وقست على الروبا وزي ما لدي شوف لسعى الخطر للروبا الملوك الروبا الليروا الليروا ينسي سحفظ غبين مكاليش الفلوذج بدهن الفستق ظهر تصلصان الناس خرف كان يا أبا عوني فخرف كشينا خلقات تنعيم ضيط قابك أهضريت الشين من بعد الحوم الزمان قلنا زمان المنع أبو يوسف مقار يغني السن يغني حفظ يغني يتعمق ذي القرائز يموت أبو حنيفة رضي الله عنه يغني أبو يوسف يغني دون كان يسن سنغير المفتين يبقى سكون سن سيدة الله خزرفين من أبو حنيفة خطر إمام حمية ثاربين أي ده درس كويس كويس ده دار يشوي سويس يدر سويس العلماء دينك حمية ربيس أكامل أكاديم أي مثلا أين ننزغل وين ننظر كيف كيف من بعد السولة سيد يوسف الخليفة هارون الرشيد السولة سيد لأبي يوسف يولد العالم الجليل ينسو السلاة وراث فضل يروح على الورس أسمع يقيم يقول الورس الدينة يقيم في الطبيعة يمقيا صف الطبيعة لدى الشيء يرسل يرسل الفلوذج بدون الفستق فمسد عدا كذا وكذا السنة في يثين السنة يسول يدي فهو ولك دي أبو حنفة يطرف صلصال أبو يوسف إن تقطع الورس هارون الرشيد ينس يا أبا يوسف ينس في الفيت صلصالك ينس لا والله إنيس الله بفلي في اللي كيف يتصل إنيس يجي يرسل لك في طبيعة إنيس أبو حنيفة رضي الله عنه في ثين سنة مقبل إنيس ما أستعلم مغم كاريج الفلوذج بدون الفستق هارون الله رشيد إنيس أبو حنيفة إنيس يهدر سويس إسوي سويس سبحان الله خزر ذي مثل العلم أكي السوى الغروية أكي غير مثل وليس لشوم خطر دشوم إكسين مدن نغي يهدر لها بسويس ماشي دلان يقدر غير دو يقدر يقرص إلى الرئيس فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ويلعب العلم استقف المسلمين يسيك شوية ولكن إصار أي نظر ترى ولا مريني نلعب دي الدرغي بعيد رجل بيجي ونس خزر كان يقال فإنها لا تعمل الأبصار إنه الدرغي لا ولا خطر تدل الكل الدرغيين الدرغيين سيدي ربي سبحانه وتعالى يكسر نسيبه بيس يندد شبه دين الرسول صلى الله عليه وسلم يندد الجزائين سيدي جنف قبيل يكسس في نظره في الجنة في قبيل وليش كان الحديث في الأسمار ولكن إنك ماشي تبنيك الدرغي خاصي الدرغي إذا اسمه الدرغي لو يسوي الدرغي أخذ وين الدرغي ذو يسي الدرغي إذا ماذا قلت الدرغي ويس غاس ماذا قلت سوالي تولنيك ديسيور ديس أفضل ضعنا يا قصع كذا كان شحال عيد يوم الوالد ديسيور ديس لو كان يلي بلوس ديسيور ديس ما نتسعون هذا بلوس ولكن وتشوينا للدرغي هو يوز خلاص أفضل ضعنا يا غير أغنجر بيجي يومني أي من إذا ما يلي كيف ربي العلم نصفك ربي مسلم أتسوي أتسوي أكلم أي مثل سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى مريد أن نعلم درس قص العلم أن يتمنى دائما الذي يرون زيادة يقال وقل ربي زيدني علم لو كان يديك الحاجة وين يدهان أخفر من العلم الذي يدهن كان شوية يقال وقل ربي زيدني علم وسيرزق سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى الخوف يولك نتسوي ذلك يولك نتسوي سيدة ربي الخالق أن يتسوي ربي يقرض إنما يخشى الله من عباده العلماء وثير فسيل ربين ست درجة قرحات يقرض يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى حميه كم يرزق العلم القرآن الكريم السنة من يريد الله به خير يفقهه في الدين إذن الرسول صلى الله عليه وسلم العلم أنك حافظ الشيء أو نسعى الشيء تحفظ في الشيء تسعى الصد خطرته قد أسجر أزر من هرد سرسل وتحفظه ولكن أسماء المثل هذه الدوم حاجة ماذا قبل الضرس كان هذه يغي السينة هذه الدوذ والربي ما دوغي ولكن العلم إذن ساكي حافظا وإذن ساكي عسن وإذن ساري ذو الدم وان صغار ممكن ينطيام هذه نيك أكي نيك صوري ويكو سوى ذرا أقيغا مورك لدي أكي إذن هذه الدنيا وكتسجل على ذلك إذن القرآن الكريم إذن ساكي عسن وإذن ألي دوي ذيك الوليدة من استخدام الغنم أكن يتيقى الحي وكوين لهم زورا مش لنا وين كنين لو كان كوين لهم زورا عشان لنا في كوني عسيا ولكن أينون تدرى يدنا غير وخامل ينطيام نخسر ليس إذا قد سوى كان حسن إذا قد سيد إذا إذا النظار يعلم وكذا القانون أينون تدرى يدنا أسماء الغوين الغي وزكا ويتدرى يدنا نخسر ليس إذا قد كم أثنتولي
أي مثل سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى هذه صوصين هذه قال استحفظ في ولون الدين استحفظ في ولون الفقه استحفظ في ولون القرآن يقال تعلموا الفرائض وعلموها للناس فإن العلم مرفوع وإن مرء مقبول وسيأتي على الناس زمان يستفتون جهلهم فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون إذن استعلمت الدين استعلمت القرآن الكريم استعلمت السنة هذه ديون الوقفة يون الوقت يند الجهلاء عرفتون أكيد قال الرسول صلى الله عليه وسلم يند الرسول صلى الله عليه وسلم يند العلم فمسلم يند الدين تكسر سيدي ربي تكسر هذه الكس الجذمان العالم الجذمان العالم يند ولكن شو شيء يترفع يتمري مثل العالم خطر يقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينذب الغرس إنه مري مثل العالم ولش ولا يتشابه الكنيس ذنقان دوني تفل دين وقتنا يجمو ذنقان حشما يبعث سيدي ربي العالم النظام علي يتشابه الكنيس إذن ماذا قلنا ونستعلم على القرآن الكريم ونستعلم على الدين إيوه لو أنه ونتعلم على نكون نطلب يتفدر يعني حشما يموت ويتفدر أدكال الجهلة الجهلة النذنين علي يفتل السفور للعيبة يوبرين الأصمعي رحمه الله أمكي يخدم يدقشيش يحصني مليسا في الطالب البشري يتعلم إلي يقولوا خضارا الطرفيس مالي كلا أدي وقت تكتب النساء دور حدي غير مبادل أسدي الزوار غير مبريد سينيك شينيك أتسا ودي مدي أو موسيقين تكتب إليك أنت سدي أنا ربي إليك أدي نسخ الله تحدد درم إليس لا إليس الكبر حمد الله يون واسع الزوار سيدا المبريد أنزلت حالة سيدي سعدي إليس شو متسوكت إليس كي دو موسنين كتابيني أثقر على دخلي على دخلي تفتسيفة قلص شمير غامر وزرد شاديك سبحان الله يوز ديالا لولا روح ولكن كمن ذكي إني أرمي ذا سمعي دي فغديون العالم جليل يغالي سعى الشيو يغالي سعى الخامن يغالي سعى يكسب يكسب يمسي يكسب لها ذي الوقت لدنينس أرمي ذا فكا سيد ربي سبحانه وتعالى أخو ضارني روح ذا بغا أغطط شحال لسنا يعدد غربور سيسا ورسي عبد الملك عبد الملك الأصمعي يمكن لي واحد قليل واسد السيولة سيش ما جيه وفذ إيش كشيء ده خضارني إيش إيش هو غاية وين إيش كلي دلناك الخدمة إيش سنين شيء دلنا تسكر في كتاب اللي وده خد تفسير استمر ده إيش كلي جرف تلاقي ما بينه إيش ما بس الحرص الحرص ذا المجاهدة إيش وفعل بالصح ما قيد شيء في كتاب ما قيد شوية الحياة إذا ما تبع العلم لكن شوف أصير ربك يعتبر التفاهم الحافظ ابن بنده يروح يطلب العلم 45 سنة سنة طلب من العلم الإمام مالك كنت في الناس يليك السقف وخميس ويساعد شو سنك من القرية يسيبك من أبو حاتم الرازي القش غفاله ليس الزنزيل باش هذا يظهر موسى عليه السلام يجعل قومينس بني إسرائيل روح على الخضر روح على الخضر باش إنس سيد ربي سبحانه وتعالى لا ينغل فيك العلم إمد يسخطر في هذه من إسرائيل قد يوم إنس يا موسى إنس لو كيف يوغل العلم إنس ولا شو يوغل إنس سيد ربي يا موسى لا ينغل يوغلك إنس لا ينغل مركز أفي دفعكم كان فلان يوغلك يجعل إنس سيد ربي مزمع غبر حال وصل دار إنس روح أي روح حال يغار وصل المركز كده الخضر عليه السلام غس يوغلك من سهل النفير من أولي العزم من الرسل ولكن روحها وصل يرى أكعية أنخذ الآية مثلا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يشوف رأس شهر غاثمون في الشام باش يوين يون الحديد يون الحديد عبد الله بن أنيس عبد الله بن عباس رضي الله عنه يتفسر كذا أركان لزيد بن ثابت باش أخطر يقاد في الناس يخدم سكان باش يدي جبتة مسلمة المرس ذلك إنيس أميس نعميس في محمد صلى الله عليه وسلم أكيد يقل يتخدم أكيد يقل يتخدم مش يتفر كذا وعودي منس إنيس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا إنيس شوي قسد نصوامر باش نخدم العلماء نخدم العلماء باش أنصر ثموسنين أبو معاوية الضرير وجنين ديون العالم الجليل يقويث الخليفة يقويث الخليفة غير يزرر يدرد درد تونس ولكنه ليس يزرر أكثر بيا ونظر يقويث الخليفة غير الوصي فضل من بعد سنة المديفة يفكال أفسيس باش يدي السير لفسيس وإذا لن يغني سانا خدام دينا السير لفسيسين من مريج مكيا ولكن يروح يفكي الساس بنفسه يدم دمال لشيء اسمه إليس يا أبو معاوية يا أبو معاوية إنه سوزا مروا يسمعنا من السردك نعم السردك نعم إفسي إنه سوزا مروا إليس الكيل إليس يوهم خليفة مش نعم يكشيد إليس مروا من إليس نعم الكيل إليس شو مدخلوا إليس الكرمة العلمية الكرمة المسلمية كما يتمثل إذا بنحمي سيد ربي
اتكس العلم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. كيف كان بالعلم كيف كان بالحكمة وكيف سيدنا يوسف وسيدنا موسى كيف ازدقار نجزي ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما يقر وكذلك نجزي المحسنين. يقذك حمي سيدنا ربي تكسن الحكمة تكسن العلم. فمسلم حشر بجيب إلى قال أنا أعطيه ولشو يفوت مسلم من المهد إلى اللحم من المال الى اللحم بس ما دي يلعب حشمة اللي لا يموت اذا نسم اسم اليوم فمسلم الا ندرزر العالم انا غريبس انا نجي في الغرور ست مسلم انا ندان ولا مجلس للعلم القيم فينا وتسلم انا من كان الدم راه تقرب الاجر اللي كان تقرب الحسنه ديالك ما ديك لا صغير ما تبقى في التلفزيون ماشي ما كنخدم في العصر ما غاديش ما قايل الفيلم لكوين الشكون العربي ومريض ولكن السجد طور الحاله نسالت القنوات الدينيه غير الوالد زكني اكاد النجم بن عبد الله يروح الشهر باش اليوميون الحديث السجنه ديالي على عبد الله عمرش مريك وكيف ديال القرايه اديك تزاد تكسر من كي يدير الدرس هذا دوير هذا الشعب كتصاد القناه ولكن شينا قاتل حدا سكتر التليكوموند هنا قاعد تسكسر تصرف على الفيلم باش هذا دوير وتعقيد بلي التليكوموند اللي ديك الكره كنتي لا ديش هذا الفيلم ديال يوم القيامه تكسر اين كيف عندي الدنيا ديال خاف فرد اين كيف قام لا خاف راك قام كل شيء اذا استعن ان استعلم ولو ان اين ينفع الامد الدنيا ديال يخاف قال لك العلم في الصغر كنقشوا في الحجم ونشتكي فينا غير في عندي يخاف نغرس صلى الله عليه وسلم كيدنا اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا بثلاث صدقه جاريه من قبال الحلف وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له اذا ما يمثل ابن ادم اذا صدقه جاريه من لا تخدم في الله العلم ما قلت الشفوطه الصفات إن ده يخدم فيه إن ولد صالح مثل بعض ميكرا في القرآن الكريم أكي السواد رحمة إذا أروح حشر وحان روح والصلاة أنت تدقيقة ما يقرأ الروح تجد شوف ولا عقلك صلاة بقرة روحي الفرط التالت ما كنا قارئنا من بخل ما كان سيدنا ابن عمر وصلنا على ما ذيك لما الصبح يدفع في الديف نفث الديف يدي في الصباح ولكن الإنسان يخدم أين يخدم الفلاس بطولة الإنسان إذا خذ أنا عقلت أن أخدم أين يخدم الفلاغ غصم ذلك من الروح هذه أكونترنا الحسنة فغير نتصور غير نتصور غادي العلم ثم العلم ثم العلم أي المثل وإذا نشتغل يفتشوا الصين يفتشوا الصين نكون السجن ما قايد الشباب لا هذه قوية نخدم غير نمرس وحالة الزاوية 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 أنت أدنت عليها في الزاوية أنت فرق الطيبة داخل هذه خدم ضغط نفرة خير ولا هذه روح على الزاوية هذه إيش هذه سوء هذه قصينا وسعد بشار يخسر كل شيء قرأت له بس تعلم القرآن الكريم بس بس عامة يلا ديفو أسكن الخدمة أذن يربح الدنيا دي سير محيا خفيس أو يا ربي حشين العالم دي تسوي القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه أرجع ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع ربي من المسلمين أرجع ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.